واو فتح الباب يا ابوي، ايش هذا يا ابوي؟ واو يا ابوي انا شاب يا عمي. اضغط اتش عشان ترجع البيت يا ابوي. اتش اتش يا عمي برجعني يا عمي، رجعني البيت. ايش هذا يا ابوي؟ فك الباب، فك الباب. ابواب زياده. يقول لك اطلع من الباب رقم 3. الباب رقم 3. طب هذا باب رقم 3. حس انه في خدعه ولا شيء يا ابوي، هذا ليه بيساعدني؟ اوكي نخرج من باب رقم 3. زبد. ايش اللي زبد؟ لا يا ابوي، يا ابوي اربع ابواب ثانيه. يا لين. يقول لك اطلع من الباب رقم 3. كيف باب رقم 3؟ ما في 3، في A و C و B و D، فين رقم 3 في الموضوع يا عمي؟ سقمه. يا ابوي خشيت جوته هذا. يا ابوي لا تقول لي ده لغز يا ده، انت تعرف وضعي مع الذكاء ما هو موجود يعني هنا المشكلة. باب رقم 3. طب أنا بما إن أنا دخلت هنا زي آخر مرة، خليني أدخل من هنا. واو إيش هذا؟ غلط. يا ليل شكله لازم ذكاء. واح اللغز يتغير. يقلع عمر. يا الله أطلع من الباب الثالث. يا أخي شوف عندي فكرة، ما أدري إذا غبية ولا لا، بس يمكن بترتيب الأبجدية يعني حق اللغة الإنجليزية، يعني هي A B C D E. طيب A B C، C هو الحرف الثالث فاهم؟ فأكيد C يعني صح ولا لا؟ زبد نايس والله زبد. يقول لي أطلع من الباب رقم 3. وات ما في 3 وات باب رقم دقيقة. طيب هذا كان باب رقم 4 وهذا كان باب رقم 3، فيمكن لازم بما انه هذا كان باب رقم 3 فاكيد 3 حيكون هو هذا. يقلع عم الزفت. طب دقيقة عندي فكرة، هذا 1 يعني هذا 2 وهذا 3 صح. زبط والله زبط يا ابوي. كيف قاعد يزبط؟ انا يا عمي والله قاعد تسلك معاه. اطلع من الباب رقم 4. يا اسطى ما في 4. يا الله يمكن قصده اللي عنده 4 زوايا، يمكن قصده كذا. او ماي جاد والله زبطت معايا وربي اني معلم يا عمي. نايس اطلع من الباب رقم 3. حلو باب رقم 3. يا ابوي شكله طفش وما صار يحط لي اي حاجه اصلا، لا ارقام لا اشكال. هنا في ظل. طيب يمكن الظل يا اخي ولا ايش يا اخي. في علامه. دقيقه خلينا نشوف العلامه. هنا مكتوب ايش؟ مكتوب حرف الدال بالمقلوب، وهذا نص دائره، وهذا حرف الاي، وهذا الدائره. ما دام هنا حرف الاي يعني هذا 1، وهذا 2، وهذا 3. وسلم لي. يقلع ام الشي. يا الله معزوق علينا يا ابوي. طيب دقيقه خلينا نبدع، خلينا نحاول نبدع من عندنا. حرف الاي معروف دائما انه يرمز لرقم 1 فاهم؟ يعني انت لما تروح تختبر وتجيب اي خيال يعني، خلينا نفترض يعني ادري ما في احد هنا يجيب اي يعني مو قصدي شيء الصراحه. المهم مثلا انت اختبرت وجبت درجه كامله، يقول لك ايه جبت اي بلس. طب هذا اي يعني 1 هو اي صح؟ يا الله باب رقم 4 يا عمي. اتوقع عرفت، ما ادري بس اتوقع عرفت يا اخي. هذا اتوقع جاي من رقم مو كامل فاهم؟ فيعني هنا تكمله الرقم لو تركزوا كانها تكمله رقم 1 فاهم؟ وهذه تكملتها تكون رقم 2، وهذه تكملتها تكون ما ادري، هذه تكملتها 3، فيعني 3 4 هذا 4. اوه ماي جاد وربي سلكت معايا يا عمي. يقول لك اطلع من الباب رقم غلط. ايش اللي رقم غلط يا عمي؟ يا عمي ايش اللغه هذه يا عمي؟ ايش اللي رقم غلط يا عمي؟ عندي فكره، يمكن قصده الرقم الوحيد اللي ما كان له اجابه ضمن الاسئله اللي فاتت. خلي يجرب. والله احس انه بدات تصير عبقري فاهم؟ رقم 2 استعملناه. رقم 2 برضه استعملناه هنا. رقم 2 برضه استعملناه هنا. لا ما عليكم عندي ارجع. وهنا استعملنا رقم 4، وهنا استعملنا رقم 4، يعني 2 و4 استعملناهم، يعني نستبعد 2 و4، يتبقى 3 و1. 1 بما انه استعملناه في الباب اللي في واحد من الابواب، فاتوقع انه يكون رقم 3. يا رب شكلي مطول انا يا ابوي. يمكن عدد الحروف اللي في الكلمة ايرور. نجرب. اي 1 2 3 4 5. الإجابة هي 5. وجع يا ليل.
اوه ماي جاد، شايفين يا جماعه؟ شايفين انا اشوف ولا قاعد اتخيل؟ انا اقسم بالله كنا اربعه يبا، انا قاعد اتجنن ولا هذه اربعه؟ وربي ان اربعه، وربي ان اربعه، يعني اللي جابوا اربعه بالله يا بوي. انا حطلع حستقيل من المدرسه واخش جامعه على طول لو جبت صح. اوه ماي جاد، وربي ان زبد. اطلع من الباب رقم ثلاثه. طيب هذا رقم اثنين، طيب على اي اساس حطوا رقم اثنين؟ هل بترتيب منطقي، يعني ترتيب كذا اثنين ثلاثة اربعة؟ اذا كذا معناته هذه الاجابة الصحيحة. هذا هنا خلينا نتفلسف ونجرب. يمكن هذا واحد عشان في قدامه خشبة واحدة يعني، فاهم؟ وهذا قدامه خشبتين في اثنين، وهذا قدامه غلط. طب ايش الصح؟ اكيد مو الاجابة رقم اثنين، يعني هذا تستبعده. دقيقة خلينا نجرب اثنين. يلا يما سوعها، يلا. لا اوكي يا عمي، ما حشتك انا الصراحه يعني، عادي. اوكي شاد، يبغى يشاد، يبغى يشاد. تسوقهم علي. اوكي، اكزيت دور نمبر 4. يا الخوي، ما انت معطيني اي معلومات دي مره يا ابوي. باب رقم 4، فين الاربع في الموضوع؟ فين الاربع؟ يمكن من الباب اللي قبلي. هذا 2 3 4، هذا 4 شكله معروف. اجل وانت شفت يا عمي كيف تزبط معايا؟ ما ادري. اطلع من الباب رقم غلط. يا ليل، برضه عجبته هرجة الرقم خطا. وات يا عمي، يا الله يا اخي، ما طق العب الغاز ورب اني حمار. هذا مرمى وهذا مرمى وهذا لاعب، فيكون في لاعب واحد ممتاز. اوه ماي جاد، بقي لي اخر واحد. هذا اخر لغز، هذا اخر لغز. يا الله يا الله. بس يا اخي انا اخر مره سلكت معايا مره، يعني في اخر لغزين ترى سلكت معايا مره، فما ادري اذا حتزبط معايا ثاني ولا لا. شايفين هنا ثلاثة، لو اتبعنا نفس نظام الماب اللي هنا، الباب اللي هنا، وحط طبقناه هنا، المفروض هذا يكون رقم ثلاثة. رجع. طيب عوافي 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 عوافي، تحصل 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 عوافي مرة ما يزعل. واحد ثلاثة، جرب ثلاثة. يا الله يا جماعة، وربي عدت اللعبة 70 مرة، خلاص مرة طفشت، اقسم بالله لاغش، وربي لاغش، وربي لاغش، ما الأم دخل. يا أخي طلعت أنا حمار، والله طلعت حمار، طلعت ما أفهم. يا أخي في أشياء بسيطة ماني قادر كيف ما استوعبتها. يا الله يا الله، بعد تفكير قوي مني يعني. والله أمزح، فشخت أمها من اليوتيوب. أقول لك هذه حديدة واحدة يعني واحد، هذه أربع حدايد يعني أربعة، هذه ثلاث حدايد يعني ثلاثة، وهذه اثنين في النص، يعني هذا المفروض يكون واحد. وسلم لي يا عمي، ما ادري ليه فرحان هذا، لكنه اللي جبته يعني. ايوه هذا رقم اثنين، يقول لك طلع هنا في الحجر، فاهم؟ هذا ثلاث احجار، حجر واحد، حجرتين، فهذا اثنين. هنا انا العيد، هنا العيد، فاهم؟ طيب نظرا للاحداث السابقه يعني هذا واحد، هذا اثنين. نرجع الغش دقيقه بس ارجع لك. اوكي زي اللعبه اللي كانت في السفت، هذا اللي كانت في الكورن فليكس، تيجي من ورا او اجرب طرق لين ما تزبط معي. اوكي نجرب الطريق هذا، يوصلني هنا بسم الله. يقلع عم الشيء، يا الله نيد كل بداية يا ربي. دقيقة يمكن ادور على الطريق اللي يخليني اعدي من الطريقين هذا. جرب هنا، يمكن هنا الطريق كذا يمشي. يلا يما العب، زبط. الله اكبر يا عمي، يا ابوي يلا دخلني، فوزني، اعطيني جائزة ولا زفت يا عمي. ايش اعطاني لمبة حمراء؟ ايش اعمل لك يعني؟ ولا في شكله لازم احل الجزيرة كلها بعدين اطلع ولا يا عمي؟ ولا يا ابوي سلم لي يا عمي، وربي ما اكمل معاه يا عمي. ايش الخبر؟ واو يا عمي، خلاص يا عمي قفل اللعبة، بدينا نط من هنا يا ابوي، واطلع اشرب من ام المكان هذا.